حضرتك بالنسبه للسحر السفلي والمس والحسد الفرق بينهم كبير. السحر السفلي قوي جدا، بيبقى متوكل على البني ادم بالدمار، فلازم حد يستعين بحد راكب القران يكون اقوى على الجن ده. هو الجن ضعيف في كل حاجه، بس لما متوكل على حضرتك بيتحكم في كل حاجه في جسمك، تفكيرك واسلوبك طريقه كلامك نفسيتك مودك تعب جسمك، كل ده بيفرق، بيفرق كتير جدا. السحر العادي ممكن حد مثلا يرش لك حاجه عبيطه، انا اسف يعني، مع ان السحر ده بيبقى بزيتين زيت و2 كيلو سكر تعمل سحر عندنا في امبابه عادي. عادي موجود كل حاجه، ازازتين زيت، اقسم بالله ازازتين زيت و2 كيلو سكر واحده بتعمل سحر، تقرا الفنجان وتعمل لك السحر وانت ازازتين زيت و2 كيلو سكر وتعمل سحر، تعمل سحر. فده السحر العادي اللي احنا بنقول سحر عبيط يعني، ده مجازات في كده. فممكن لو الانسان التزم بسوره البقره والذكر والاستغفار السحر اتفك. السفلي لا، يعني بتوكل عليه جن رخم قبيله وبيتجدد. دلوقتي ابتدعوا الصحراء في تجديد السحر، ان هو يتجدد عليك ابديت في سحر كل شهر عربي واحد جديد جاي والباقي بيركب، وده بتراكمات على الحاله. اما بقى المس بيبقى بيختلف، المس ده بالمرايه من الحمام، الغنى في الحمام. في بنات كتير جدا بتجيلي 12 سنه و15 سنه بتقفض بالمرايه فترات كبيره جدا، بترقص وتغني، انا اسف بتقف عريانه بترقص، فاهم حضرتك؟ فده بيتلبس، بيتلبسهم جن، بيبقى عشق، ده لبس وقلع من السحر اساسا، بيطلع بحياه ودم، حياه او موت، قلعان قلعان سحر سفلي من السحر السفلي ده سعادتك كده الحالة. بيطلع بيقول لك يعني مثلا بيجي اقرا عليه بيحضر ويكلمني يقول انا بحبها مش هسيبها، انا 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 معجب بيها، انا انا هموت، اقول له هتموت يقول لي هموت بس مش هسيبها، بيحبها بيحبها. ده الجن العاشق اللي هو جاي يمثل المرايه، وهو ده يعني اغلبيته مثل مرايه، اغلبيه البنات اللي جات لي مثل مرايه، مثل مرايه ويقعد في الحمام. يعني في ناس الشيطان بيضحك عليهم او الجن ان هو يدخلهم في دور اكتئاب جدا عشان يخشوا يقعدوا في الحمام، يقعدوا بقى في الحمام ويبداوا ينهاروا. الانهيار ده بيسبب لهم مس، تلاقي رجلهم تقلت ونملت وممكن يناموا على نفسهم في الحمام. انا جات لي حالات بتنام في الحمام بالساعات بسبب اللي هو كده جاله مس، بسبب الطاقه السلبيه اللي بياخدها والعياط والتعب النفسي، بيخش قاعد في الحمام يتلبس. هو مين اللي وجهه اصلا؟ الجن اللي معاه عشان يستفرد بيه جوه. عشان كده بنقول اعوذ بالله من الخبث والخباث، وبنقضي حاجتنا في الحمام وبنخرج على طول، ما بنقعدش فترات طويله. في ناس بتقعد، لا في ناس سعادتك يعني، في ناس بياخد القهوه والشاي ويقعدوا في الحمام بالسجاير. انا جات لي حالات بتاخد الشاي والقهوه وتخش جوه وتشرب سجاير في الحمام وقاعده ساعتين تلاته قاعد. في ناس زيك يعني تقعد تقرا الجورنال. ودلوقتي الموبايل بقى تدخل معاك دلوقتي الموبايل تقعد بتخرج. انا بدخل الحمام ما بخرجش. ما كله بيتفرج على حضرتك بقى. كله قاعد بيتفرج عليك. يعني حاجتي بتشافه. طبعا كل حاجه متشاف. المهم حواليك يعني الحمام ادخل اقضي حاجتي اخرج. سلام عليك. شكرا. مش اكتر من كده. فكر بفضل قاعد دي. لا غلط، هتقعد في نجاسه يا فندم. المكان مش نظيف. في خدام، سبع خدام في الحمام لوحده. سبع خدام في الحمام. سبع خدام في الحمام. في الحمام لوحده. مش هدخل. سعادتك بقى لو قعدت مثلا تتغني. تبص في المرايه وانت بتاخد شاور فبتاخد الطاقه السلبيه. كل ده بيرجع ديك طاقة سلبية. لو ساعتك بقى طلعت اتوضيت وخدت ركعت صليت ركعتين لله نزلت الطاقة السلبية. ده بالنسبة للمس. للمس. والعشاء. في المراية من الحمام والعياط. في ناس بقى بتجيلي بيبقى مخطية حاجات غلط يبقى مش بتاعتها. يعني ايه؟ يعني مثلا حد رشش حاجة مثلا على باب الشقة هنا. ماشي. فحضرتك دخلت الشقة هنا تاخد طاقة مس. مني وانا ماليش دعوه. انا ده ممكن تفكه بالذكر. ماليش دعوه، ممكن تفكه بالذكر بالقران وبالصلاه. لكن لو متوجه سعادتك متوكل عليك لازم تستعين بحد قارئ بالقران اقوى من الجن اللي معاك. يكون ايده قويه عليك عشان يقدر يسحبه. لازم في فندم كان جات لي حاله من بورسعيد كان ظهر عليها واحد بيقول له يعني صوته اكشع اكشع قوي، رعب الناس كلها في المكتب عنده، صوته فظيع وحضوره بيبقى قوي جدا. انا لما باجي اقرا عليه انا بحس ان انا بتكتف، جسمي بيتقل وبحس ان انا نفسي ضيق مش قادر، عارف اللي هو مفيش طاقه. بيحاول يضعفني عشان ما اقدرش عليه، بس مع التعزيم بقى والقران والاذان الحمد لله ربنا بيقدرني عليه. لكن هو بيروح فين ده بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى متصرف فيه، هو بيتسحب من الحاله وربنا متصرف فيه. انا ما بتدخلش في الموضوع، انا سبب كوسيله ما بين العالم ده والعالم ده مش اكتر.
مش اكتر من كده. مش اكتر من كده. بس انت بتحس ان الموضوع ده منتشر في عندنا في مصر كتير؟ كتير جدا يا فندم. ده يعني مثلا انا بطلع اللايف بلاقي ناس كتير جدا بتقول انا تعبانه، صداع، رجلي بتنمي، ظهري بيوجعني، صداع. الاول كان ما فيش الكلام ده، او كانت الناس مش عارفين الموضوع، ما كانش عندهم ادراك كافيه. مش فاهمين ده في مس او عمل او كده، ما كانوش عارفين. لا ما بقوش عارفين. في ناس بقعد معاهم بتجيلي تقول ما فيش حاجه، وهم بكره عليهم بيحسوا بتعب، بيحسوا ان هم فاقوا. فيفهم. يبتدي يفهم بقى، بس بيبقى خوف. بيبقى جواهم خوف ان هم يتعاملوا مع العالم ده، لان الموضوع كبير برضه كده. بيخش العالم ده يا فندم ما يعرفش يطلع منه. طبعا. عالم السحر والشياطين والجن اللي بيخشوا ما يعرفش يطلع منه. اتعود خلاص. اما بقى بالنسبه للناس اللي بتقول لك مثلا ابعت لي 2000 3000 جنيه وبعد كده احلل لك من على بعد والكلام ده، كل ده دجل، كل ده نصب. دجل. في بنات كتير جدا يعني جات لي فقدت عذريتها بسبب الموضوع ده. للاسف. كتير. يقول لها بيتحكم فيها، بيلبسها وبيخليها ليه وبنت بنوت. يعني في حاله كانت معايا في اسكندريه، كانت بتروح للساحر، كان بيطلب منها حاجات معينه تلبسها، كانت بتروح وتلبسها وتروح له. بنتي جات لي منهاره جدا، جبت خطيبها وفهمت الموضوع، قلت له غصب عنها هتسامحها. مش بارادتها. هي مش عارفه. عارفه مش عارفه تسيطر على نفسها. عندها دافع انها تروح. فهمتك. عندها الدافع انها تروح. متسيطر عليها. متسيطر عليها، فعشان كده بقول ما تختلطوش بصحراء. يعني مثلا ما باجي اقعد في المكتب عندي لازم ابني موجوده والسكرتيره بتاعتي موجوده. ما بختليش بحد. ما حدش يقعد يختلي باي ساحر. ده اكبر غلط. يعني في ناس يقول لك هنكتب على الظهر. يعني في حاله جت لي اول امبارح برضو بيقول لها بكتبك على الظهر وبكتبك على الرجل. طلاسم. البنت جات لي متبهدله اول ما اشتغلت معاها نزيف نزل من بطنها دم اسود. ففي في 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 ناس بتاذي بجد، في ناس مؤذيه بجد. طبعا. في ناس ما عندهاش رحمه، ما عندهاش يعني ربنا، واهم حاجه عنده ان هو ياذي. عارف اقول لك على حاجه؟ حتى الفلوس ما فيهاش بركه. مش بترويه. صح. يعني باخد اوروفات ومش بترويه. صح. ربنا مش هيبارك له. فاحنا نبعد عن كل العالم ده، نلتزم بسوره البقره ياسين. تمام. والميه المعدنيه مقروء عليها الفتحه 7 مرات، الزلزال 7 مرات، هنبقى احسن. نخلص ننظف طاقتنا اول باول.